ثلاث ضربات زاوية تعطي بأن الوحدة هو الذي ضاغط، هو الذي لديه الأفضلية والعرضية الآن، ومحاولة وكرة، لكن تعود كرة من الجهة اليسرى، أدولفو ليما والتسديدة، هوهو جول. يا سلام على فرسان مكة، ال 12 الدقيقة الأولى، على الأقل 12 دقيقة الوحدة هو مسيطر ويستحق هذا الهدف. أوهو على الهدف الأول، يحيى المسلم المدافع يسجل هدف ما عجز عنه أدولفو ليما، وعبد الإله المركي يسجله الآن. يحيى المسلم، جلال قادري، أعتقد بأنه تفاجأ كثيرا من هذه الروح الكبيرة بالنسبة للوحدة، لكن أدولفو أوبا أوبا، يا الله على يحيى المسلم، هدف أنيق 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 جدا من يحيى المسلم، يسجل الهدف الأول لمصلحة الوحدة. الوحدة يسجلون ويحرزون التقدم، والهدف الأول يأتي الآن لفرصة